يا مساء الفل والسعادة لكل اللي بيسمعني حالا بالا على هواء الراديو 90 قد المقام. حلقات الويك اند بكون دايما 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 معاكم في سانت بكر منتصف الليل. انتوا عارفين من 12 ل2 نقعد كده ساعتين مع بعضينا ولا حدش بيبص علينا، نتونس مع بعض ونفكر في افكار في شخصيتنا المصرية وفي تاريخ شخصيتنا المصرية وفي الأدب في شخصيتنا المصرية وفي الثقافة وفي الفن وفي الحكايات وفي صناعة الأغاني. ملفات طول الوقت وأفكار نفضل ندورها من أول وجديد علشان نعمل إيه بسنت، علشان نبني مع بعض الإنسان اللي ساعات الإنسان دي كده إيه، الإنسان ده يروح مننا يمين وشمال ومنبقاش راح عارفين إحنا تايهين ليه. يعني اللي هو إحنا عندنا حتى في تتر قد المقام اللي بيغنيه وائل الفاشني الجميل، مساء الفل يا وائل لو بتسمعنا، يقول لك فكره نفكر فيها تاني. من الافكار اللي عايزه اتونس يعني بيها معاكم النهارده والفكره اللي نفكر فيها تاني، المقوله او المثل اللي في شخصيتنا المصريه اللي يقول لك سبع صنايع والبخت ضايع. هو ايه ده يا استاذ؟ هو ازاي يعني يبقى واحد سبع صنايع بيعرف يعمل 7-8-18 حاجه وفي نفس الوقت يبقى بخته ضايع؟ هل ده جاي منين المثل ده؟ هل في شخص من يعني حصل قبل كده انه كان على 7 صنايع وبخته ضايع؟ هل ده يعني مفهوم كده بانه اللي شاطر قوي ملوش نصيب وملوش حظ او بخته ضايع؟ او المنطقه فين؟ احنا دلوقتي في هذا الزمن الحقيقة محتاجين أصحاب السبع صنايع، يعني اللي هو مش محتاج الراجل اللي بيجي يعمل الحاجة اللي هو كده يمشي سلام على، لا ده يعني يقول لك حتى في الشركات الانترناشنال في الجوب ديسكريبشن السكيلز المهارات، يعني انت حتى لو جاي تشتغل احنا يعني هقول كل حاجة في المقدمة. طب ما نسمع حاجة مع بعض. وقالوا في شخصيتنا المصرية يا جماعة 7 صنايع، قال ايه يا اخويا والبخت ضايع؟ زي كده يعني انا ابقى 7 صنايع وبختي ضايع؟ طب محمد عبد الخالق احمد عبد الخالق بيقول لنا يا بسنت للاسف الشديد 7 صنايع والبخت ضايع. ليه بقى يا عم محمد؟ لانه بيكمل بيقول لك الطريق لاي نجاح ليس ليس واقف على الكفاح، فمحتاج لأي طريق شخص يكون معاه المفتاح. المفتاح ده ايه؟ سرجو السندوجي يا محمد، لكن او يا احمد، لكن مفتاحه معايا مع الشطار. يا نجوى الو. الو، مساء الفل يا نجوى. مساء الورد والفل والياسمين عليكي، بجد الموضوع شدني قوي. انا متابعاكي من زمان على فكره. ربنا يخ... اول مره تكلميني؟ لا تاني مره. انا تاني مرة؟ كلمتك مره قبل كده. اهلا اهلا اهلا، بتكلميني منين يا نجوى؟ انا بكلمك، بصي انا بحراويه بس متجوزه في اسكندريه. انت ايه؟ من البحيره؟ بس متجوزه في اسكندريه. بتقولي ايه بقى؟ بحراويه؟ بحراويه. بحراويه. البحيره واهل البحيره بقى وكفر الدوار واسكندريه. ايوه، ما انا كفر الدوار اصلا. شفتي بقى؟ شفتي ان انا عارفاكي؟ قولي لي بقى، انت مع 7 صنايع والبخت ضايع؟ احنا اصول في مصر نقول كده 7 صنايع والبخت ضايع، فالواحد لو شاطر في 3-4 حاجات يقلق. بنتفق على كل الناس، بس على فكره انا اقول لك على حاجه، انا مش مقتنعه بيه تماما، لان انا ممكن اركز في 50 حاجه في نفس الوقت. انت عارفه زمان ايام الثانويه العامه وايام الكليه كنت اذاكر قدام التلفزيون وماسكه الموبايل. لا ده ايه بقى هنا بقى؟ ده صاحب البالين كذاب وصاحب الثلاثه ايه يعني؟ العفو طبعا، بس يعني ايه؟ يعني تلفزيون ومذاكره؟ طب هتركزي ازاي؟ يعني اصلا لو مزيكا مثلا فاضيه كده ولا بس ماشي يعني. لا بعد كده بقى اتعودت على الراديو بقى. بعدها اتعودت على الراديو، يعني حتى في كنت عملت الماجستير كنت بسفايك وانا بذاكر صراحه يعني. طب انت والله خدتي الماجستير كمان؟ ايوه. الف مبروك. ايه الاخبار الحلوه دي؟ مبروك عقبال الدكتوراه يا حبيبتي. يعني انت ضد 7 صنايع والبخت ضايع؟ بس ممكن اقول لك اصل المثل. قولي. بصي، هو كانوا زمان بيقولوا على متعدد المواهب. ايوه، ان هو 7 صنايع والبخت ضايع. ومن اليوم ده او الطريقه دي طلع المثل،
يعني هو دايما متعدد في المواهب، بيعمل 50 حاجة مع بعض، ويعني بخته ضايع في حاجة واحدة بس مش عارف يجيبها. ايه بقى؟ او عارف ياخد اي إيه؟ حاجة. الحنجلة أي حاجة. مثلا يعني شاطر مثلا. بس ما بيعرفش يتحنجل مثلا. اه دي مثلا صدقني. نورتيني يا نجوى. هو انا ممكن اطلب اغنية وعليها اهداء؟ طبعا سريعا بس حبيبتي. يعني سمعني انا جايب بقى القريب منك بعيد. عناي اللينك الجاي نسمعه. يسلم. اه وعايز اعمل بقى اهداء ليمنى، ليمنى فاروق، واقول لها بصراحة انت بتوحشينا جدا والله، وصوتك بيوحشنا وصوتك جميل في الغنى بصراحة. يعني يا حبيبتي. ده سوقي بعت لي مساء الفل يا سوقي، بيقول اهم شيء في السبع صنايع عدم التعارض مع بعضها ليتحقق النجاح الكامل، فهناك مهن تحتاج كل الوقت. طيب ماشي، ما انا موافقاك ان في مهن بتحتاج كل الوقت، لكن لا يتعارض ده مع كون صاحب المهنه سبع صنايع. ومش لازم على فكره، بالمناسبه في بعض الاراء على الرسائل بتقول لي انه يبقوا يعني حاجات شبه بعض، فت يعني ممكن يبقى فنان مع رسام مثلا، ممثل مع رسام مع شاعر مع ماشي. طب ما في دكتور ويبقى فنان يعني ممثل زي يحيى الفخراني مثلا، او يعني في ناس كتيرة لما تيجي تدور من المبدعين تلاقيه كان بيشتغل حاجة او متخرج من حاجة وبيدرس حاجة او ممتهن حاجة ويشتغل حاجة تانية خالص، يعني ملهاش علاقة بالحكاية. بس انا معايا تليفون ميشيل. سلامة. الو. الو. ايوة يا ميشيل، ازيك؟ مساء الخير يا سيدي. مساء النور، ازيك عامل ايه؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله. على فكرة انا من المعجبين جدا بالبرنامج، وبتابعه كل جمعة وسبت، ودايما بقى دايما بسمعه وانا ماشي بالعربية. ربنا يخليك، بس انت اول مرة تكلمنا. اول مرة، بس تعرفي ساعات كمان يعني عايز الطريق يطول عشان افضل منفرد بالاستماع في العربية، بدون مبقاش في حد حواليا بيوغوش عليا كده يعني. ساعات اروح عند البيت واركن العربية وافضل استنى شوية لحد جزء تاني من البرنامج اسمها يعني. يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة، ده انا محدش قدي. ربنا يخليك يا ميشيل. لا ربنا، صدقني بستمتع بالاداب الجميل وبالثقافة ومخارج الالفاظ اللي حضرتك بتقوليها، بالاستعداد للحلقة بكل جوانبها، فالواحد بيستمتع وبيتثقف يعني من خلال البرنامج صدقيني. ده شرف ليا وده شهادة غالية عليا جدا يا ميشيل، ربنا يخليك. الله يخليك يا سيدي. قولي بقى رأيك في موضوعنا النهاردة. والله هو بالعكس، أنا يعني هو أنا عندي الإجابة في شقين يعني. أنا دايما بقول لأولادي أعلم كل الصغيرين اللي حواليا لازم يبقى عندكم سكيلز كتيرة قوي إلى جانب التخصص بتاعكم. يعني لو حد، أنا عندي ابني أصلا يدرس سينما، أقول له لا اعرف إنجلش واعرف وورد وإكسل وتعلم مش عارف إيه واعمل حاجات في البيت، كل الحاجات دي بتضيف ليك. بالعكس صح. كل الحاجات لما بيكون عنده مهارات اكتر اكيد بتساعده في النجاح. يبقى اذا المقولة دي مش سبع صنايع والبخت ضايع، يعني حتى لما الولاد يتورثوها يعني عننا، يبقى في شخصيتنا المصرية المفهوم ده تهبط، يعني تهبطنا كده يعني. يخليني كرسله. ايوه يقول لك خلاص بقى طالما سبع صنايع. انا ليه؟ طب انا ليه هتعلم ده واتعلم ده؟ كفاية عليا كده. ده ممكن يقول لك طب وانا باخد ليه بقى 10 مواد في المدرسة، ما كفاية مادة. بالظبط بقى. بعد شوية بقى. كفاية عليا حاجة. بالظبط، كفاية عليا حاجة واحدة، ويعني أنا المهم هو يعني هو أنا بؤمن له، هو متخصص معانا بتكون جدا، يبقى حواليه بقى الحاجات اللي بتساعده إن هو يبقى كويس. يعني أنا عندي حد أعرفه كان بيدرس علوم ومتفوق جدا، وخلال الثانوية العامة والجامعة اتعلم ديزاين، دلوقتي شغال حلو جدا كديزاينر. مع إن هو اتخرج من كلية علوم وفي تخصص حلو يعني. فالمهارات بتاعته اللي خدها اللي خلته دلوقتي ديزاينر في شركه حلوه وشغال فيها، ويعني بقى عنده دراسته ومتفوق فيها. تفتكر طيب ميشيل، خلينا نفكر بشكل تاني. تفتكر مثلا المقوله او المثل ده طلع ليه؟ طلع لانه مثلا احنا عندنا مثلا اللي بيبقى سبع صنايع ما بيعرفش يوصل او يتحقق لانه مثلا بيتحارب، الناس بتغير منه، بيبقى في ضغائن، ولا ايه يعني؟ تفتكر ايه اصل المثل؟ لا انا افتكر ان ممكن تكون حصلت حاجه معينه، يعني سبع صنايع عدم اتقانه حاجه معينه فتايه بين السبعه. يعني حصل كده فما بقاش ليه يعني ما بقاش متقن حاجه وبقى بيحكيها كويسه جدا في حاجه من الحاجات.
عشان كده قالوا السبع سنوات الضغط ده يعني انت بتعمل كذا وكذا وكذا. يعني انت ايه يعني مش بسبب. عارفه انا مش حاساها كده خالص، وما دورت عليه عارف عليها ميشيل لقيتها انه لا مش كده، لا هو فكره انه سبع صنايع شاطر جدا في حاجات كتيره لكن بخته ضايع لانه كده يعني محسود مثلا. هو انا بؤمن جدا بيه. لا انا بؤمن جدا بنسبه الحظ في الحياه يعني، لان لا بؤمن بيها جدا دي يعني. او يمكن سبع صنايع عنده المهارات لكن ما عندوش النهاو، ما عندوش مثلا ان هو بيعرف من اين تؤكل الكتف مثلا، او ما عندوش يعني شويه مهارات بقى تانية، ذكاءات اجتماعيه وحاجه تفاصيل تانية. بالظبط، ان هو يروح في حته معينه ويوصل فيها كويس. اللي هو بيشتغل وخلاص. ممكن مثلا يعني. تنورتني يا ميشيل. الله يخليك يا استاذ، الله يخليك. انا مبسوط جدا اني اتواصلت مع حضرتك، وانا بس هي فرصه حلوه كمان، كنت نفسي اعمل اهداء لمراتي لان عيد ميلادها كان اول امبارح، ففرصه حلوه ان اتكلم النهارده والله. كل سنه وانت طيبه يعني. اسمها ايه بقى؟ ميري. ميري كل سنه وانت طيبه يا ميري. وقال لك في شخصيتنا المصرية سبع صنايع والبخت ضايع، احنا لازم نغيرها النهاردة في قد المقام بسبع صنايع والبخت رائع، ايه رأيكم؟ ذاكرة قد المقام، بنفتكر مع بعض ايام زي النهاردة حصل ايه، احداث مهمة، ناس اتولدت، ناس فرقونا يعني بالجسد فقط لكن منتجهم باقي. طيب في 20 يناير حصل احداث مهمه جدا في الدنمارك مثلا والنرويج، كريستيان الثاني بيجبر على التنازل عن عرشه كملك. للمهتم بالثقافه العامه يا جماعه هيحب هذا الفاصل معانا. عندنا كمان زي النهارده الملك فاروق اتجوز صفيناز 38 سنه 38، واللي اصبحت بعد كده او لقبت بالملكه فريده لكن هي اسمها صفيناز. في كمان 1945 20 يناير إعادة تنصيب الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت رئيسا لفترة رئاسية رابعة في أمريكا. وبالمناسبة جماعة روزفلت هو الرئيس الوحيد لأمريكا اللي تولى الحكم ثلاث فترات رئاسية كاملة ودخل بفترة رئاسية رابعة كمان. من المواليد محمد فريد، وده زعيم مصري اتولد زي النهاردة الجمعة 20 يناير 1868، لا مش لازم يكون الجمعة بس 20 يناير يعني. كمان يوهانس ينسن ده أديب دنماركي حصل على جائزة نوبل 1873 زي النهاردة كمان. كمان النهاردة من المواليد مفيدة عبد الرحمن، وهي محامية مصرية أول امرأة في الوطن العربي تمارس المحاماة، افتكروا الاسم ده، شخصية قد المقام، مفيدة عبد الرحمن 1914. من المواليد كمان قارئ القرآن الكريم الشيخ محمد صديق المنشاوي 1920 ده ميلاده. ومن الوفيات زي النهاردة 20 يناير 820 هجريا كان وفاة الإمام الشافعي مؤسس المذهب الشافعي. ومن المبدعين يا جماعة اللي ضرب مقولة أو مثل سبع صنايع والبخت ضايع ضرب فيها مفك يعني كده على طول، صلاح جاهين. وبالمناسبة وبمناسبة معرض الكتاب الدولي اللي خلاص يعني أيامه هيبتدي، شخصية المعرض يعني كل سنة المعرض بيختار شخصية، السنة اللي فات كان كاتب الكبير طبعا يحيى حقي، السنة دي اختاروا شخصية المعرض صلاح جاهين. وضيف الشرف الدولة يعني هتبقى الأردن إن شاء الله. وطبعا هقول لكم يعني إيه ضيف شرف ويعني إيه الدولة المضيفة هي الأردن، يعني هيبقى فيه إيه في المعرض جوه ليه علاقة بالأردن، طبعا هنقول الكلام ده كله في فاصل من الفواصل. لكن صلاح شاهين زي ما بقول بالمناسبة هو كان ذكرى ميلاده وهو برج القوس 25 ديسمبر. هو حالة فريدة جدا في تاريخ الإبداع المصري وفي الشخصية المصرية، يعني ما فيش حد ينكر أنه اتأثر برباعات شاهين، ما حدش يقدر ينكر أنه اتأثر بفيلم خلي بالك من زوزو اللي كتبه صلاح شاهين. حتى غناه، تعرفين أنه غناه حلو، يعني لما كان يجي يغني كان غناه حلو، لما مثل وكان يطلع يعمل كده دور ولا لو صغير جدا تقول الله مين الرجل ده، فتكتشف أنه صلاح شاهين. لما تشوف سكتش كاريكاتير رسمه صلاح شاهين أو الإمضاء ما تستغربش، تقول الله كل الحاجات دي صلاح شاهين. كل الحاجات دي صلاح شاهين، بس حد تاني صوت تاني يقولك
لكن اصل بصي منطقه الفن ممكن يبقى الواحد في كذا حاجه مع بعضيها فما لا يعني ما يعني زي ما بقول لكم ممكن يبقى واحد مثلا بيشتغل كهربائي او سباك او محامي او مهندس لكن عنده مهارات كمان تانية جنب الحاجات يعني ممكن المهارة دي تبقى شغل جنب الشغل يعني احنا في زمن ما عادش ينفع اللي هو انا بشتغل كذا بشتغل من 8 ل 3 كل يوم كل يوم كل يوم وبعمل نفس الحاجة لا ليه ما يبقاش عندنا مهارات اخرى نعمل بيها شغل جنب الشغل والناس كلها تتبسط. عايزة اسلم على مين احمد عبد الخالق مساء الفل يا احمد احمد ابو عزه الحلقه جميله جدا يا استاذه ربنا يخليك انا عارفه ان انت بتحب بسبوسه شغلها لك لكن انا مش دلعي بسبوسه انا بقول لكم اهو عشان محدش يقوليش بسبوسه انا بحب اسم بسنت جدا احمد محمد مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت ده جزء من التتر بتحكي مصر طول الوقت وشخصيتها المصرية والتاريخ في مصر ومنقعد نذاكر كده ناس مبدعين كبار يا جماعة يثبتوا انه المقولة دي مش مظبوطة ما فيش حاجة اسمها 7 صنايع والبخت ضايع في حاجة اسمها 7 صنايع والبخت رائع. حلوة قوي غنوة عيد الشرطة دي بصراحة يعني بشكر كل القائمين عليها يعني من صانعين وكل سنة والشرطة المصرية ومصر دايما بخير يا رب. إيسار كريم مساء الفل يا إيسا أخبارك إيه حبيبتي. يمنى فاروق عايزانا في الحفلة النهاردة نختم بمداح القمر جدا احنا ما سمعناهاش من زمان قوي 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 قوي. طيب احنا لسه في ال7 صنايع والبخت ان شاء الله اللي رائع. بيمرسي من التعليقات كتب لنا رسالة حلوة قوي بيقول قد يكون تخيل الناس ان بخته ضايع لانه لم يكسب من ال7 صنايع مكسب مادي وخلي بالكم في الكلام علشان يعني كان رشدي بيغني يقولك اسمعوا معنى الكلام وتلوه. فريمرسي بيقول قد يكون تخيل الناس ان بخته ضايع لانه لم يكسب من السبع صنايع مكسب مادي ولكن من المؤكد انه بال7 صنايع يفيد نفسه اولا. خلي بالك بقى وحط شرط كده حط شرطه انت اسمك ايه يا ريمرسي مش هتقول لنا اسمك ايه. طيب يبقى المؤكد انه بال7 صنايع يا استاذ يهنم يفيد نفسه اولا والاخرين اذا تطلب الامر. لا ده هو هيتطلب الامر ان انت لما تكون مخزونك كبير وتبقى موجود في حته تضيف على الحته دي يعني تبقى انت كده لوحدك ماشي واخد الناس وراك. بيقول كمان كلنا نقف على اعتاب الحيره حينما نواجه مشكله ما تتطلب صنعه معينه ونتمنى وقتها لو امتلكنا ولو جزء بسيط من هذه الصنعه او المهنه لحل المشكلة. صاحب ال7 صنايع أبدا لم يكن حظه ضايع بل يتميز عن الآخرين بإتقانه ل7 صنايع. زمان كان فيه كلام بيقول أو إعلان بيقول مصر جنب الشهادات محتاجة كمان كفاءات يعني حقيقي مصر جنب الشهادات محتاجة كمان كفاءات. عادل إمام دسوق أفندي في مسرحية فؤاد المهندس كانت اسمها ايه يا جماعة انا هي قال لك بلد بتاعت شهادات صحيح دسوق أفندي كان هو وكيل المحامي ولا سكرتير المحامي. فأيوه مصر محتاجة كفاءات الزمن ده محتاج الكفاءات ومحتاج يبقى عندك 1 و2 و3 و4 و5 و6. فبيكمل كمان وبيقول كلنا نملك من الصنعة أكثر من 7 ولكن تظهر فقط حين يتطلب الأمر نحن هكذا لا نعمل إلا تحت ضغط وتاريخنا شاهد علينا وحاضرنا أيضا. حقيقي المصريين يا جماعة في شخصيتهم في جيناتهم 7 صنايع ما فيهاش كلام يعني فعلا ما فيهاش كلام. هنختم بمداح القمر أكيد حمادة المصري مساء الفل أحمد أبو عزة مساء الفل سعاد نصر حبيبتنا من فلسطين مساء الفل حطلنا رباعيات جميلة قوي لصلاح جاهين. مين كمان الأردن يا جماعة هي ضيفة شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب وهيبان ده في إيه بقى في إنه جوه في دور نشر كتيرة أردنية وكتابات كثيرة لكتاب من الأردن والاطلاع على ثقافة الآخر بالمناسبة يا جماعة مهمة جدا 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 يعني لنفسك يعني دي مهارة أصلا إن أنت تطلع وتتفرج على برة وثقافات برة أردن بقى ألمانيا أسبانيا كل الحاجات يعني مهم
جدا ان احنا نتطلع لثقافات اخرى، لان ده بيفرق في مخزونك انت. يومنا فاروق بعت بتقول يا باسنت، انا جوزي مدرس فلسفه وبيحب قوي تصليح الاجهزه، هو زي سبعاوي طه كده بالظبط. اه ده في عقلة زيزي، طلعت قماش قماشينه. فهي بتقول في مره رجع البيت ملهوف، انا اتخضيت قوي، بقى أتاريه نزل يجيب قطع غيار السخان وجاي جري عشان يصلحه. والله يا بنتي ده راجل تمام، يعني ما شاء الله ما شاء الله، يعني ان هو يصلح السخان ده حاجة كويسة جدا. ده انتوا عارفين كمان في ستات كتير، انا مرات اخويا مثلا تصلح الحنفيات، ايه قسطة قسطة، يعني انا اقعد اقول لها والله يا منيرة انت قسطة، كهربا شغال، سباكة شغال، يعني انا بحب التفاصيل دي، ان الواحد يبقى عنده حاجات كتيرة، سكيلز كتيرة ومهارات كتيرة. يعني انسوا موضوع بقى ده اللي هو سبع صنايع والبخت ضايع، لا خليك 18 صنع. انا بقول لك اهو.